صحتكم. اليوم رجعنا لكم في جديد. تحدي اليوم هو تحدي الايموجي. تفضل الشباب. عمر مجهز لنا اكثر من اغنيه من الايموجي، هذا بده يبعث لنا اياهم على الواتساب، بدنا نحضر الاغنيه عبر الايموجي. خلينا يلا هلا نبدا. يلا ايش الايموجي الاول بعثوه؟ بعثته. ايوه تبدا من عند الاسد ولا من عند الرجال؟ عن قلبي بيأسد في الاخر الثاني. حبك وجع لي راسي؟ لا. ايه مين اللي أنا وصيت مرة؟ هو زيتو. حبك. لا معكم. لا أحسن عشرة. بس أنا لوحت. لا تخسروا. لا تربحوا. لا بعدكم جوا. وحبك وجعل الرأس. حبك دول الرأس. حبك على الرأس. خلص. دقات دك لا دقات دك حبك دقات را لا سبعة حبك وجعت له مالي تسعة حبك تسعة ونص حبي نون عشرة شو حبات اخويا وقلو شو ما اسهل حبك يدق بالراس بكي ما بقى اتذكر ايش الكلمة مسرقة تو بايس ما بقى اسمع معي يلا بعطيهم الايموجي الثاني حتى الان صور تم 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 يا اول عشيق وحوض من صديق يجري ويا احساسي يلا يا اول عشيق وحوض من صديق ثلاث دقائق لا كده هلا اغنيه لازم نعرفها يعني مو من نورا نعرفها مو هيك؟ ايه طبعا فينا تلميحه اسم المغني او شيء قاتل على حبك في ذكاري شايفه صفر قلبي قاتل ما عندك؟ خلاص يوم مالك يوم مالك لا 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 يوم ولا يوم عم يدير صب ايدك لا ما مش هذا لا ليش تعلق الاطفال طب ايش يعني ليلي وده نهار العشاء لا ما ليلي ولا ليلي ايه
هي يعني بنت ولا اصلا ولا شو؟ لا ده بنت المدرسة، يا الله يا الله، طب صارت أنا كل بيت أربعة شو أربعة؟ نظر بنت ما يلا ركز ركز انت علي لا خلاص والله ما عندي ضحى عليك انت هتشوف القبر وقفوا هيك انت علي يلا خلص عدونا من بعدها ايه امي ده تكي رح يوقف قلبي مصطفى لا لا شو مصطفى تكي رح يوقف قلبي خمسة غش انا لا 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 بعتونا الايموجي في بعده مش خمسة هيك خمسة ايه شعرت اولو عينه اولو عقلت اولو مصطفى اطلع على البيت البيت ان شاء الله مصطفى تي خمسة يا عبد الله اطلع عينه اولو وعقلت اولو وايبه اولو لو 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 رجع الشتوية؟ لا ليه؟ ليلة الشتوية؟ ليلة برتل ليلة عيد ليلة عيد ليلة واضح لها سهلة هي؟ لمين مغني؟ أنا ما بعرف مغني بس إذا فتت مغني فهو منيح؟ تا هو ليلة برد ليل برد بعدي عنا ما في شيء يعني بس هيك ليلة وغينا عم تروحوا هما ساعتكم ليلة بلاها كيلوا شتوية برد تلج أعصار عصبة تلج عصبة كيف تمان عليها يلا عدتو ايه ويتين بعدتو يقول لي اياها عدتو لا ما عدتو عدت اشو بسرعة تو الفيديو طيب اوكي بعد وراعت رياح اشو بعد وراعت رياح رياح بعد وراعت رياح هي بيوبا دوراعت رياح بني بلا مجنوني ما بعرف ما بعرف يلا طيب يلا نتيجة تخمسة دي كمان كم 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 ابعثنا ايموجي عن اي شغلة مثل او هيك بس حتى المشية طيب يلا هيك على السريع يعني اوكي حضركم حياة ركاتي ما عبركم عنا يعني ايه قصدي حياة ركاتي عن اي شغلة ما فيه ما عبر رأيك عرفت اشرب حشيش؟ لا لا مثال؟ ما اعرفوا هي كلمة بس ما اعرفوا اي تقول هذا هو اسمه عبر الشغل نعم يا هيا طب ما قلنا بعثنا وخلصنا ما تعرف انه معبد ايه بعد جاب الكيس برافو سمعت قاعد العب وبين ما تعدل هو عارف النار ما تقص الكاس وعم يشرب هو قال لي عنك ايش هو طيب طيب هاي ما يقصد بيت ما يقصد هاي جاب الكيس مصر قال لي خليها ما يقصد يشرب خليها ما يقصد كيف خلاص هاي ما يقصد النقطة ايه هل بعثكم متى او فيلم بس انت حبيت انا حكي جبت لنا غنيه خلصنا بسرعة بعثنا حي الرشاد وغيره لما تطلع صوت ما تطلع صوت الايموجي طب بتجرب ما تطلع مثل ما صرفها انا كمان انا
يعني طيب ما في خطأ فيها مصروع لوحدي عمال تشوف مثلا ديك حاجة سيارة مين؟ مصطفى مصطفى خلاص جماعة نديه يا مصطفى مصطفى ربح يا أخي أنا بحصول لأني هذا الله بدي يعمل لي مشكلة بعد طيب. الفيديو مع أنه اليوم عملوا فيني مقلة أكيد قيمة هذا الفيديو حيكون لسه كمان المقلة مقلة بنار بهدلوني بهدل كان عدد بنتي مصطفى رجع صافي وجاب عبد الله وعبد الله رجع الفيديو يعني مقلة ما بعرف أنا من الصبح هو خلص المقلة مع عبد الله الحالي الله رح ناخذ كات اتقرر بشي هي عقوبة ونرجع لكم هلا اخترت عقوبة المفضل بده يحط ايده على حاله كأني عم يتكلم يعني اذا حط ايده على حاله حطيت عم بحطها بقلب البيت الكهرباء لمدة نص دقيقة نص دقيقة يا محمد يلا واحد نص دقيقة طيب كف كف ما هذا خاطر الدقيقة يلا انهو 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 تذكر الفيديو حطوا رأيك في الكرة حطوا رأيك في 50 رأس نحن 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 نحن